السلام عليكم. ما تحس كدي دونا إني نكهدلنا قابك الله سمي أبليكيشن رياكت جي اس أ مركا مركا دوني سينا سمي ستو بروتشا غام أبليكيشن رياكت جي اس أ محاد كو سمي كرتا اللبا قاب قاب كوغو هرية وحا لو يقانا فيت وحا جرا قاب كلو لو يقانا كرييت رياكت أب مركا قاب كوغو هرية نستعمالي نوي فيت كلو يقانا محين كو دورانينا كو وحن كو دورين نا وحو ليه فاست ديفلوبمنت سيرفر او معني دو تاي ان وقت ادو كوبان اي كو قادان ايسو changes كاد كور كاو كو سمسين اد عرقتو اديغون refresh كرينين بيج كاگا قدو كلا بادي حو يان وحو ليه هاي optimize production builds او معني دو تاي مركا دا application كاگي بيل كرين ايسو يدا نا وقت ادو كوبان اي كو قو دمان ايسا قدو كسد حادي نا وحو يان انو support كرين ايو modern javascript مركا فيد كوح عودو ليه هاي اما سبورت كرين ايا في جريدي يقود دن بي اي لوقات جاف سكريبت كويسو كردي سوك سوك هديا دوني سو كورس كان او فاح فاحسان وحادو هيلي كريسا قاب اونلينا ادقو كردي كان ايه وبسايت كيه تيكسي دوت كوم سو كالو حدكو هيلي كريسا قاب اوفلينا وهديا دهر جيسو جوكتو انو وي من كرتو كلاسيس كا وادهالكا كردي كان ايسو كفا ايديسو ينقو عليا مقالك انتا مركا لغاي مادو بالوحي نسكو دي دونا اينا نسامنسانو بروجيكينا ina wasteemaalna fiit marka halkan folder baan ku soo diyaarsaday folder kaas aan dhex tigi doona adigu waxaad ku dhex sameyn kartaa meel kasto computer kaaga kamida folder ka markan dhex imaado right click ma nolon doona deetana waxaan soo furi doonaa meesha loo yaqaan terminalka marka kan waska xir doona waxaad halkan ku qori doontaa npm marka npm waa node package manager marka waxa laga doonayaa sad npm uu isticmaasho in computer kaaga ku jiro versionadii ugu dambeeyay ee node.js مرقا حان لينا هاي npm create داتا حان قد دونا feed at بان لينا هاي داتا نو حان install غرين دونا latest version of feed مرقا انتر باوران دونا غدانو feed كو computer كاغا هروو غو جيرين وحو كوي دين دونا روچا غاغان and feed كاملسو دقيسا yes ادا تابا تو كوزو ديجين دونا هدو روكو غو جيرين وحو كورن دونا روچا غاغا محانو بيحيا مرقا امكا feed project بوسكا بخور دونا هدينا مقعو سمينين هدين دون نو فولدر كان دح جوجنا تيتشن كلو يقانو ان ان كو انستول كراي دوت كليان استعماليا هدين دون مغا كلانو بخين دونا مكا خنو بخين دونا فيرس ابانو بخين دونا داتنا انتر بانو رد دونا مركان انتر سميهو وخا هلكن يسو ساري دونا فريم ورك اس كلو ددوان او فيت كو اودو ليهي ان كو انستول كراي بروجكتس كو سميسن مركا انغو خن دونا دونا رياكتيف ان دورن دونا سيدو كلو خو كو يدينيا محاد دوني ساينات كو ان حدو رياكت جي اس اما عاد لا استعمالش مركا واحد دونا ان انو رياكت جي اس لا استعمالنا جاف سكريبت تايب سكريبت دوت بانتن ولا استعمال كرتا داتنا انتر بان لينا انت هاس ويان يسو قيل كيسبه داتنا حو كله ستيبس كان قاد فيرس اب بحتك انستول غري ديبندنس يدا كامقن سيدو كلنا واحد سمي سابو كله ياي روتش جاغا رنغري مركا واحد قوري دونا سي دي فيرس اب بان قوري دونا داتنا مركا فيرس اب دحيمادو waxaan install garayn doonaa dependency-da project-ga ka maqan marka install gareeyo dependencies-ka iyo project-ka ee project-ga package-da ka maqan ugu dambeyn waxaan sameyn doonaa npm run dev san project-ga inuu soo kicin marka waqti yar qaadanaysa inuu install gareeyo marka ku dhameeyo waxaad qaadi doontaa stack ugu dambeeya oo ah inaad project-gaaga run gareeyso marka waxaan leenahay san project-ga inuu run gareeyno npm run dev ayaan oranaynaa marka waxaad arkaysaa halkan inuu kugu soo kiciyo feed isagoo isticmaalaya version 5 sidoo kale addresska projectkaaga imika ka kacsan waxa weeyaan localhost 573 adigoo control haya ayaad kili garayn kartaa ama intaad koobi garaysato ayaad any browser aad isticmaalayso dhex geysan kartaa marka control baan qabanayaa deetana click baan siinayaa markaad kili garayso wuxuu kugu soo kicin doonaa browserka aad isticmaalayso marka waa kan inoo soo kiciyey wuxuu ka kacsan yahay localhost colon 573 halkan waxa ku muuqanaya inaad project-gaasi successfully aad u sameysay deetana halkan waxa ku yaala logadii feed-ka iyo logadii react oo mid kasta aad click garayso website-kooda ku geynayo halkan qoraal yar baa ku yaala halkan waxa ku yaala counter yar oo sample ahaan lagu sii diyaariyay marka qaabka ama habka loo sameeyo project react js ah waa inta